كورونا ماشي بالعاني، كورونا ماشي نكتة، كورونا ماشي قصة دارت الحكومة باش تلهي الشعب، كورونا ماشي فيروس اللي صنعته أمريكان باش تدمر شينوا، كورونا ماشي تفليا، كورونا ماشي تفليا باش يجي الشعب ويقول لك أنا لقيت الدواء، أنا لقيت الدواء ديال أن فيروس، أنا لقيت الدواء ديال أن فيروس ألوغ كو أنا ما عارفش أصلا شنو هو فيروس. كورونا ما كيداويوهاش العشوب، حقاش كانوا العشوب كيداويو كورونا كون ما خرجاتش من الصين اللي هي الدولة رقم واحد في لاميتين دي بلانت وفي لافيتوثيرابي وفي العلاج بالأعشاب وطب الأعشاب. كورونا راه بصح ماشي بالعاني. حنا عندنا في المختبر ديال الميكروبيولوجي ملي كنبغيو نخدمو على اون باكتيري، ملي كنبغيو نحدو العلاج ديال اون باكتيري، كاين واحد العمل اللي كيحتاج منا واحد الدقه، كيحتاج منا واحد التركيز وواحد الجهد، ماشي شي حاجه اللي بسيطه بزاف. مثلا كما كتشوفوا معايا هنا بالمختبر كنعزلوا البكتيريا بزرعه في وسط زرع مناسب، وكناخذوا عينه من المستعمره البكتيريا وكنحلوها في المجهر. من بعد كيف كتشوفوا معايا كنعملوا لها مجموعه من الاختبارات الكيميائيه، يعني دي تيست كيميك، باش كنعرفوا لسبيس باكتيريان. عاد كنقيسوا درجه حساسيتها المضادات الحيويه، وهكذا كنخرجوا الاسم ديال البكتيري والدواء المناسب لها وحتى الجرعه المناسبه. يعني ملي كنجيو كنخرجوا من المختبر انتيبيوتيك فكيدوز مجموعه كبيره من لي زيتاب، واهم ايتاب اننا كنعرفوا هاد البكتيري اللي كنتعاملوا معها شنو هي. فما يجيش واحد ما عارفش حتى معنى ديال ان فيروس ويقول لك انا لقيت الدواء. عافاكم ما تسمعوش مثل هاد الحوايج اللي فريمون غادي يضحكوا علينا خبراء من دول اخرين وناس من دول اخرى. ملي كنبغيو نكشفوا على اون باكتيري فهو اسهل بكثير من الكشف على ان فيروس، لحقاش ان فيروس المشكله اللي فيه انه ما كيبقاش في نفس الشكل ديالو، بحال كنقولوا كيوقعوا فيه بزاف ديال الطفرات. كورونا فيروس هذا اللي كنهضروا عليه حاليا هو كورونا فيروس المستجد ولا الحديث، لحقاش كانوا دي كورونا فيروس من قبل، ولكن هذا اللي كاين دابا حتى واحد ما عارف عليه شي حاجه. مازال خبراء كبار ناس اللي سواء في لو ام اس سواء في مختبرات عالميه كبرى كيبحثوا باش يلقاو يعرفوا بعد هاد الفيروس اللي كيتعاملوا معاه شنو هو، يقدروا يلقاو من بعد ان فاكسان، يقدروا يلقاو. يعني خصكم تعرفوا انه فريمون هاد لو فيروس راه خالع العالم، واخا انه كما كنقولوا ان نسبه 80% يقدروا يدوز فيهم المرض عادي، ولكن واحد النسبه كبيره ديال الناس اللي كيكونوا سواء ناس اللي متقدمين في السن او لا اطفال ولا دي بيبي ولا الناس اللي عندهم امراض مزمنه، هاد الناس هما اللي غادي يكونوا عرضه، ولكن اي واحد يقدر يتعادى، اي واحد يقدر يكون حامل للمرض وبالتالي ينقلوا الناس اخرين. دونك هنا خاصكم تعرفوا ان كورونا راه ماشي بالعاني، كورونا راه بصح، وكورونا هاد المرض الجديد اللي نقدروا نقولوا واحد الكارثه بيولوجيه عالميه، فهي كتستوجب تدخل جميع الناس، تدخل سورتو كنهضر على لي ميديا ولي ريزو سوسيو. لي ميديا لي ريزو سوسيو عندهم واحد الدور كبير حاليا، غادي يلعبوا واحد الدور كبير الى تم يعني استعمالهم بواحد الطريقه ايجابيه. لحقاش عندهم واحد الدور كبير في توعيه ديال الناس، خصهم يوعيوا الناس كيفيه الوقايه من المرض، خص الناس اترافير لي ميديا يوصلوا للمتلقي البسيط انه هذا المرض كينتقل عبر الردات، يعني عبر لي كتلات، دونك نحاولوا ما امكن اننا نحافظوا على واحد المسافه ديال الامان ما بين الناس ديال الامتر. الناس اللي مصابين يعني ولا شاكين في راسهم يقدر يكون فيهم مرض يستعملوا لي بافيت او لا يتوجهوا لمراكز ديال الفحوصات باش كومسا تمشي العينه ديالهم لمركز باستور باش يتشاف واش لو تيست بوزيتيف ولا نيجاتيف، واش افيكتيفمون كاين عندهم المرض ولا ما كاينش.
نحتاجوش نحافظوا على النظافة، لأن الفيروس كيكون حتى على الأسطح، وهنا المدة ديال العيش ديالو. بزاف معلومات غنقولها لكم من بعد فيديو آخر، لأنه غيكون مهم سورتو غنهضر فيه على لي جيل هيدروالكوليك والأهمية ديالهم وكيفية تنظيف مجموعة ديال معلومات آخرين. دونك اللي بغيت نوصل لكم أنه خاصنا يكون وعي، وخاص لي ميديا يلعبوا دور كبير في التوعيه ديال الناس، ماشي بتفزيعهم، لان كاين بعض المعلومات او بعض الفيديوهات دابا اللي كتكون عباره على نكت، عباره على سخريه، عباره على استهتار، وعباره على بحال كي مينيميزيو هاد المرض هذا، وكيعتبروا غير شي تخربيق، شي حاجه اللي الوغ كو كاينين فيديوهات اخرين اللي كيثيروا واحد الهلع، واحد الرعب في الناس، وهنا غيبدا واحد لو ستريس كبير ديال الناس، غيبدا واحد التخوف، وهذا غيعطي واحد المجال لانتشار معلومات مغلوطه، كم كبير من المعلومات المغلوطه، كم كبير من المعلومات المرعبه والمفزعه او اللي كتقلل من قيمه المرض. دونك حنا ولينا عايشين ما يسمى بلانفوديمي، كما قلت لكم انتشار معلومات مغلوطه بواحد الشكل كبير. عفاكم، عرفوا ان القرنفل ما كيداويش كورونا، تبخروا بالحرمل ما كيداويش كورونا، تشربوا النافع ما كيداويش كورونا، العصير ديال الحامض، الثومه، سي فغي كاينين مواد اغذيه نهضروا عليهم من بعد اللي كتقوي المناعه، كترفع المناعه وكتخليكم تقدروا تصداو المرض تماما، كما كيكون فيكم مثلا الانفلونزا ولا هذا، فانتوما كتقدروا تصداو المرض باخذ مجموعه من الاغذيه، مجموعه من المواد اللي كتخليكم يعني اقوى في التصدي، الجهاز الدفاعي ديال الجسم، الأسلحة ديال الجسم ضد الأمراض كتكون أقوى، وبالتالي كتكون الأعراض أخف، وكي المرض ما كيقدرش يعني كما كنقولوا يدي منكم الحق لباطل. ولكن أهم حاجة وأنا غادي نركز عليها هي دائما تحافظوا على الوقاية، الوقاية والغسل والنظافة هي اللي كتهرس هذيك لاشين أو السلسلة ديال العدوى، هي أساس، هي اللي كتركز عليها منظمة الصحة العالمية. هنا كما قلت لكم حنا أنفاس ديال مجموعة وكم هائل من المعلومات المغلوطة اللي دخلت الـOMS باش تصحح هاد المعلومات. من ضمن هاد المعلومات أنه كاين بعض الناس اللي كيقولوا ان هذاك السكانير تيرميك اللي كيدوزوا منه الناس مي كيكون مثلا في المطارات، وهذاك السكانير تيرميك اللي كيدار الناس فهو كيكشف عن وجود الفيروس، لا، هو فقط كيكشف واش كاين هذاك الشخص اللي داز من قدامه واش فيه لا فيفر، فيه سخانه ولا لا. من بعد هذاك الشخص عاد من بعد غيدوز يمر من دي تيست باش يتعرف واش ايفيكتيفمون مريض ولا لا. دونك هنا الكشف على الفيروس ما كيتم الا في المختبر. حاجه اخرى، كاينين بعض المعلومات المغلوطه اللي واحد المعلومه مغلوطه فات اللي صحتها الـOMS، واللي كتقول ان مني كتنشف يديك في هذاك السشمه فانت كتقتل الفيروس. لا، ما كتقتلش الفيروس، خاصك تغسل يديك مزيان بالماء والصابون، عاد من بعد ممكن انك تنشف مناديل ورقيه او لا تنشف سشمان اللي بغيتي. حاجه اخرى، انه كاينين بعض المعلومات كذلك اللي كتقول ان اذا رشيتي او لا يعني عقمتي الجسم ديالك، رشيتيه بلو جافيل ولا بالالكول، فانت كتعالج واخا يكون فيك الفيروس. لا، اذا مشى حتى دخل الفيروس لداخل، فلو فيت ديال انك ترش الجسم ديالك او لا بالالكول ولا هذا ما غاديش يقضي. كاينه حاجه اخرى، انه هذه منظمه الصحه العالميه كتقول، وهذه كان فيها من قبل شك نظرا لان ما كانش معروف مده ديال العيش ديال الفيروس، لان كما قلت لكم هذا فيروس مستجد، فيروس حديث اللي ما معروفينش عليه مجموعه ديال المعلومات، وكما كتعرفوا مازال الابحاث، مازال يعني المختبرات خدامه،
باش يكون واحد الحل لهذه الكارثة البيولوجية العالمية. دونك كان تساؤلات كثيرة على الحوالات ولا الكوليات اللي كيجيو من الصين، واش ناخذهم ولا لا. فمنظمة الصحة العالمية دخلات وكتقول انه ما كاين حتى شي اشكال في انكم تاخذوا الكولي ديالكم اللي كيجيو من الصين. دونك هنا اصلا باش تاخذوا واحد الكولي من الصين كياخذ مده طويله، ايام طويله، دونك هذا راه كافي للقضاء على الفيروس. اللي بغي نقول لكم انه كاينه واحد الفئه، ونعاود نكررها، فئه من الناس اللي كتكون اكثر تهديد. هذه الفئه من الناس هما الناس الكبار. وإلا لاحظتوا انه فرنسا الرئيس الفرنسي منع انه ما تتمش زياره لدور العجزه، لان الناس اللي غادي يجيو يقدروا شي واحد فيهم يكون مصاب، وبالتالي الا كانت العدوى وصلت للانسان اللي كبير في السن فكتكون امكانيه ديال انه يكون تاثير الفيروس عليه اقوى واشد، وخاصة إذا كانوا هاد الناس المرضى عندهم أمراض مزمنة بحال مرض سكري، مرض سرطان، أمراض القلب، أمراض الربو، أمراض الكبد، ومجموعة كبيرة من الأمراض اللي شارت لهم أو حددتهم ويعني ديطياتهم لوعبس. دونك هنا حتى الأطفال والبيبي فيفضل نقلوا من ديك العدد ديال تبوسوا الوليدات الصغار، خليوا واحد كما قلت لكم واحد المسافه ديال الامان ما بينكم وما بين الناس. بالنسبه انا ندير من بعد فيديو اخر اللي غادي نوريكم كيفاش كنلبسوا لي بافيت. واصلا منظمه الصحه العالميه كتقول انه لي بافيت يستعملوها فقط الناس المرضى او الاشخاص اللي كيتعاملوا مع المرضى، لان لو فيت ديال ان ديجا لي بافيت كاينين ايوزاج يونيك، يعني كيتستعملوا كيترماو، فلو فيت ديال ان اي واحد يستعملهم غادي يؤدي لغوبتور ديال الستوك، وبالتالي فهاد الشيء كيقدر يخلي ان الناس اللي محتاجين لهم ما غاديش يلقاهم. ايفيكتيفمون هاد الشيء اللي وقع. فاذا لاحظتوا ان لي بافيت كتسميوهم نتوما الكمامات، هاد الماسكات اولا هاد الماسكات الثمن ديالهم مرتفع، وبداو كيبيعوهم الناس في اونوار، في دي باج انستغرام، في ارتفع الثمن ديالهم بشكل كبير. كان واحد البلاغ كنت قريته فيما يخص الصيدليات اللي استنكروا انهم رفعوا اثمنة لي بافيت، وانه ماشي هما اللي احتكروا، ولكن كاين استنفاد ديال هاد لي بافيت نتيجة انهم تم تصديرهم للخارج، والله اعلم. دونك هذا كان تصريح انا كنت قريته من مجموعه من الصيادله. دونك اللي نبغي نقول لكم في الفيديو ديال اليوم، هو فيديو بغيت سورتو ناكد لكم فيه، اهم حاجه بغيت ناكد لكم فيه هي الوقايه، وثاني اهم حاجه بغيت نقول لكم فيها انه ما تبقاوش تصنتوا لهذوك الناس اللي كيديروا فيها واعرين وكيديروا فيها مخترعين، وانهم لقاو علاجات والله يخليكم، راه سيتان فيروس اللي قوي اللي قهر الصين، ولحد الان مازال ما لقاوش ليه حل. فما يجيش واحد يمكن تعليمه مع احترامي للجميع، تعليمه باقي ما فاتش المستوى الابتدائي، وي 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 الله يخليكم. فكنا لا نعلم شيئا على هذا الفيروس، يعني علم محدود، علم محدود. وخاصكم تعرفوا ان راه ملي كتكونوا كتعاملوا مع في لا ميكروبيولوجي اون جينيرال، ملي كتكونوا كتعاملوا مع اون باكتيريا ماشي هي كتعاملوا مع ان فيروس. ديجا راه كتشوفوا مختبرات الفيرولوجي راهم قلال في المغرب، لدرجه ان حتى ان فيروس راه ما كيتشافش بالميكروسكوب اوبتيك بحال لا باكتيري. بحال دابا كما كتشوفوا هنايا اون باكتيري انا كنقدر نشوفها في الميكروسكوب العادي، فيروس لا. حتى طريقة الكشف على الفيروس مختلفة جدا، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كتجعل ان فريمون التعامل مع هذا النوع من
الكائنات المجهرية صعب جدا، وهذا الشيء اللي كيجعل الخطورة ديالو في العلاج أصعب وفي الكشف أصعب. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون فاتكم. مازال كاينين الفيديوهات غادي تكون مخصصه على هذا الفيروس، انا فضلت انني نتعطل في الحديث عليه حتى دخل المغرب وحتى تسجلوا لحد الان، وانا كنصور لكم فيديو تسجلوا ثلاثه الحالات. دونك كنتمنى انه الله سبحانه وتعالى يلطف بنا ويلطف بالبلد ديالنا. كنتمنى السلامه للجميع، ولكن قبل تمني كنطلب منكم الاحتراس، الحيطه والحذر والحفاظ سورتو على النظافه، وتعلموا حتى وليداتكم كيفاش يحترسوا وكيفاش يتعاملوا مع هذا الوضع اللي احنا كنعيشوه حاليا. دونك خليكم على خير، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.